فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، الغاليات الطيبات، بإذن الله تعالى اليوم جلستنا عن اليوم الآخر أو الآخر أو الآخرة. وسبحان الله، يوم الآخرة، وقبل ما أتكلم فيه وعنه وعن تفاصيله وعن علاقته بحياتنا اليومية، يعني في سلوكيات تخبرنا أننا للأسف لسنا مؤمنين بالآخرة. صح نقول أنه في اليوم الآخر نعرف أركان الإيمان، نعرفهن زين ما زين، وحافظينهن من وإحنا صغار، من وإحنا عمرنا 3 سنوات يسمعوا لنا إياهن، لكن هل فعلا إحنا نؤمن؟ كلمة الإيمان، إحنا قلنا كلمة الإيمان يعني صدق وتصديق، تصديق وصدق. طيب كيف يتحقق التصديق والصدق في الآخرة؟ ما هي السلوكيات اللي تدل إنه فعلا إحنا مؤمنين بالآخرة؟ ومن هم بالذات اللي يؤمنوا بالآخرة؟ وهل نحن منهم؟ أو على الأقل نستطيع أن نكون منهم بإذن الله تعالى؟ إذا كنا ما منهم، ما هي مشكلة؟ المشكلة إنه نبقى خارج الدائرة. هذه الخطورة، إنه الناس للأسف تكون في غفلة ومعتقدة إنه هي فاهمة، وما تقول يعني ويش الزيادة اللي بتقولنا إياه، ويش الجديد اللي بتقولنا إياه. في ناس كذا اللي هم يعتقدوا أنهم وصلوا منتهى النهاية، وهناك من فعلا يقول هل من مزيد، وهذول اللي هم هل من مزيد، هذول اللي بإذن الله تعالى هم السائرين في طريق الإيمان بالآخرة. ولكن قبل أن أجاوب وقبل أن أستمر في موضوع الآخرة، ماذا تعني الآخرة؟ إيش مفهومش أنتي عن الآخرة؟ ماذا تعني لك الآخرة؟ أو إيش مفهومش؟ مو نقصد بالآخرة، يوم القيامة، خواتيم الأعمال، ممتاز، النهاية والجزاء، حلو، يوم البعث، ممتاز، بعد إيش مفهومنا عن الآخرة؟ يوم الحساب، ثمرة العمل، يوم تسلم فيه صحائفنا ونحاسب، يوم الحشر، نهاية أي شيء، النهايات، نهاية الحياة والحساب، ممتاز، يكرم المرء أو يهان، يوم اللقاء، ممتاز، حصاد الدنيا، خواتيم الأعمال، حلو. جميع اللي قلتوه صحيح، لكنه محصور، لو تلاحظوا محصور بشيء واحد، إنه هو مرتبط بيوم القيامة أكثر شيء، مرتبط بيوم القيامة. لكن يوم الآخرة في الواقع ما بس مرتبط بيوم القيامة. فمثلا نهاية الهرم قمته، وآخر الهرم قمته، ولكل أول طريق نهاية، وكل أول طريق يعني كل طريق إلى بداية وله نهاية، ونهاية الدنيا الآخرة، نهاية الدنيا الآخرة، ونهاية كل عمل نتيجة، كل عمل له نتيجة. طيب في ميزة تتميز بها الآخرة، لما نقول آخرة يعني هي آخر شيء، بعد الآخرة في شيء؟ هل بعد الآخرة في شيء؟ لا، في أبدية، بالضبط، في استمرارية، في حياة، حياة جديدة، ولكنها مالها إيش تتميز بماذا؟ تتميز بالأبدية، تتميز بالأبدية. إما نعيم مقيم أو جحيم مخلد والعياذ بالله، يعني تتميز بالاستمرارية. فمثلا كل من يصل إلى النهاية، خلاص ما في بعد النهاية نهاية، لا نهاية للنهاية، النهاية تكون خلاص هي هذيك، ما في شيء. فلذلك تكون النهاية أبدية، فنهاية الدنيا الآخرة اللي هي أبدية. طيب هل معناته إحنا كل عمل نعمله يفترض إنه فقط أنا أعمله للآخرة، ولا يفترض هذه قاعدة أول شيء أعيشها في الدنيا وبعدين أعيشها في الآخرة؟ وهذا اللي الناس ما كثير فهمتنه،
كيف يعني أعيش الآخرة في الدنيا ثم أعيشها في الآخرة؟ هذا الشيء اللي إحنا محتاجين نفهمه اليوم بإذن الله تعالى. في ناس تضيع بسبب عدم فهمها لكلمة الآخرة. نعم الدنيا تقودنا للآخرة، لكن لازم نفهم مصطلح الآخرة هذا إيش يعني. إحنا قلنا صفته الأبدية، بالضبط إحنا قلنا صفة الآخرة الأبدية، يعني عمل أبد يكون فيها نهاية أبدية، يعني ما في بعد النهاية نهاية. وقلنا أيضا إنه هي آخر المطاف، يعني لو أنا في طريق فآخر المطاف هو الآخرة، لو أنا ماشية في طريق آخر المطاف الآخرة. طيب كيف تؤثر علينا هذا المفهوم؟ كيف يؤثر علينا؟ راح نتأمل شوية شوية الآية هذه، لكن في البداية بعطيكم مثال وريدكم تتأملوا معي هذا المثال قبل ما أبدأ وأفهم ونفهم مع بعض، نفهم مع بعض إيش معنى الآخرة وكيف نعيشها في حياتنا صح. تعالوا نشوف في البداية هذا المثل. هذا عندنا ثنتين من الأخوات، يفصل الصوت، هل الصوت يفصل أخواتي؟ طيب الصوت واضح حبيبتي. طيب عندنا إحنا ثنتين من النساء، واحدة، شوفوا قصة هذا الثنتين، وللعلم هذا الثنتين قصص حقيقية، يعني جبت لكم المثال عبارة عن قصة حقيقية لاثنتين أنا عرفتهم. الأولى قامت ببناء البيت خلال 8 سنوات عن طريق أنه هي جمعت المال مع زوجها شهريا، يعني هي وزوجها كانوا يحطوا 1000 ريال شهريا يدخروا 1000 ريال شهريا عشان يبنوا البيت، وبنوا البيت خلال 8 سنوات. يمكن واحدة تقول يا ربي مدة طويلة، أنا أريدكم بس تسمعوا للآخر. طبعا بنوا البيت بعد 8 سنوات، وأتذكر أنه لما زرتها في البيت، طبعا البيت كالقصر، يعني مبني فعلا كأنه قصر، بنوه تقريبا ب96 ألف، لأنه خلال 8 سنوات لما تجي تحس ب1000 ريال شهريا تقريبا 96 ألف ريال عماني، ما يعادل 960 ألف ريال سعودي. طيب لما وصلنا البيت كانت تقول لي جملة كذا، قالت لي جملة، قالت الحمد لله إنه إحنا بنينا البيت صح خلال 8 سنوات، لكن سكنناه وإحنا ما علينا حال حد ريال، ما علينا حال حد ريال. فقلت لها طيب كيف عشتوا 8 سنوات؟ قالت والله عشنا في شقة، الشقة عبارة عن غرفتين وصالة، والله يعلم كيف تحملنا وصبرنا وضغطنا، لأنه كان عندنا هدف. قلت لها ويش الهدف؟ كانت الغاية تقول إنه إحنا نسكن في بيت بس ما يكون بديون، عندنا هدف إنه نسكن في بيت بس ما يكون بديون، ما ناخذ قرض لا من بنك ربوي ولا من بنك إسلامي، ما ناخذ قرض لا من هنا ولا من هنا، ما نستقرض من عند أي حد. قلت لها ومو خططش الجاية؟ قالت الخطة الجاية إنه إحنا أيضا محوشين مبلغ، والآن نريد نشتري مزرعة صغيرة. قلت لها وبتشتروها كاش؟ قالت أيوة، إحنا ما ناخذ شيء بالدين، وإحنا كذا مسويين مراحل. قالت إحنا هذا الخطة سويناها من البداية أول ما تزوجنا أنا وزوجي بالمرة، على طول اتفقنا أنا أخذ جزء من عندي وهو جزء من عنده، ونحوش المبلغ ونبني ونجمع، والله إنا بنيناه في 8 سنوات. لدرجة تقول ماشى كلمة ما قالوا لنا إياها، قالوا لنا أنت وظيفتش فيها فلوس وأنت وزوجش وظيفته كبيرة، فليش ما تشتريوا بيت تأخذوا لكم قرض وتبنيوا بيت؟ عند العذاب عايشين في شقة وأنت عندك مبلغ، الزوج رتبته كبيرة يعني يشتغل برتبة ضابط وهي في التعليم،
فكانوا مستغربين انه هي عندها هذه الفكره. ولكن نعم حبيباتي عادي، فليسمع الذي يحب ان يسمع، اهم شيء مثل ما قلت لكم كاميراتكم. طيب نعم حبيبتي عادي، هذه ردت عليكم فطومه. بعدين طبعا تقول ننام ونحن مرتاحين. الان اذا بغينا نسوي شيء حال اولادنا، مشاريع لاولادنا، ما راح نكون مثقلين، راح يعيشوا اولادنا في استقرار. طيب في المقابل واحده ثانيه اتذكر انها كانت تقول لي اريد ادخل معاك في جمعيه، فقلت لها وهي جايه متاخر، كانت خلاص الجمعيه على وشك تكتمل، فقلت لها ما ينفع اعطيش الدور، كانت تريد الدور الاول، فقلت لها ما ينفع اولا لانه هناك من سبق، ثانيا يعني طبيعي انه البداية متعودين عادة لهم أصحاب، خلينا نقول مثلا اللي عندهم أصلا دين طارئ يعني لابد من سداده. فقالت لا أنا ما أقدر. فأنا سألتها هذا السؤال، قلت لها أنت كم سنة يعني أنت تنتظري؟ قالت لي تقول لي إحنا أنا وزوجي بس كمين شهر من تزوجنا، يعني تخيلوا صار لها كم شهر من تزوجت وباغية تبني بيت. قلت لها بس انتو تو بادين حياتكم، فليش مستعجلين؟ ليش مستعجلين؟ ليش يعني تريدوا تضغطوا على نفسكم وبعدين بضطروا هنا منها داخلين جمعية ومنها تبنيوا وكذا يكون الموضوع ما مترتب؟ قالت لا. فطبعا ردت في البداية وقالت طيب أنا بفكر في الموضوع، وراحت وردت علي لما خلاص كان مفروض تدفع يعني، وفعلا دفعت يعني دفعت أول شهر، بعدين جاتني على ثاني شهر قالت أنا بنسحب. ثاني شهر قالت أنا بنسحب. يا بنتي ليش تنسحبي؟ قالت أنا ما أقدر أنتظر دوري بعد 3 سنوات أو 4 سنوات وأنا أريد أستقر في بيت. يا بنت الحلال أصبري على شقة صغيرة، أنتوا توكم بادين حياتكم ما تبدأوا بالديون. قالت ما أتحمل وزوجي نفس الشيء ما يتحمل. ايش سويوا؟ راحوا خذوا قرض. راحوا خذوا قرض. القرض طبعا في البنوك الإسلامية، طبعا القرض البنك الإسلامي عارفين عشان تبني او كذا ممكن يوصل ممكن 10 سنوات، ولكن للي رواتبهم ضعيفة او اللي توهم بادين يعطوهم 25 سنة للسداد. ففعلا بنت بيت 25 سنة. فبنت بيت فعلا، بنوا بيت بعد 1.5 سنة. وهذا الموضوع كان تقريبا 2012، يعني من كلمتني 2012 لما كان الموضوع هذا كان على 2012. طبعا هي الان 2022 تشتكي من عدم الراحة. قلت لها ليش ما بنيتي بيت؟ ما كنت تريد الاستقرار وبنيت البيت؟ تقول لكن ما مرتاحة، كلنا ديون ومتعثرين والقرض بعدنا قدامنا 15 سنة غيرهن، أولادنا كبروا وحاجتهم زادت، فما صرنا قادرين. هل نغطي الأقساط اللي ما راضي تخلص؟ يعني تخيلوا الحين 10 سنين والأقساط ما مخلصة، الأقساط ما مخلصة، أم مصاريف أولادنا والحياة صارت غالية وطلبات أولادنا كل ما كبروا كل ما زادت. فأنا هنا أريد أوضح نقطة، النموذج الأول هم نموذج لمن يؤمن بالآخرة. والنموذج الثاني بالرغم من أنهم خذوا من بنك إسلامي، للعلم قرض إسلامي ما كان قرض ربوي، لكن اللي يتفكر وعارف القرض الإسلامي ياخذ ضعف، يعني إذا أنت ماخذ 96,000 بترجعوا لهم إياه، أو 90,000 بترجعوا لهم إياه 180,000 بترجعوه مضاعف. بيقول ليش أنا اشتريته وبعت ليش إياه بأرباحه. فيبدأ الإنسان من يعني من خاطر، شوفوا هنا 10 سنوات لكن من سكنة البيت والمصاريف تزداد، وهنا صبروا وضيقوا على نفسهم.
صبروا وضيقوا على نفسهم. أكيد طبعا هو أفضل كشرع، أفضل كشرع، لكن هي الفكرة الآن، هي الفكرة أيهما أيهما، يعني في النهاية هو دين، في النهاية هو دين، في النهاية هو قرض يجب سداده. وطول ما الإنسان عليه دين ما يرتاح، طول ما الإنسان عليه دين لن يرتاح. فلا تركب، لا تركب الاستقرار مع الدين، ما ممكن يكون في استقرار مع الدين، ما تركب. فمن كان يعي اليوم الآخر، اللي يعي اليوم الآخر بيعرف ويش الأشياء اللي تركب مع بعضها البعض، إيش، كيف أفكر، كيف تكون، كيف يكون طموحي وغاياتي. لأنه إحنا قلنا الآخرة هي منتهى النهاية، يعني آخر شيء. لكن الكثير منا في الواقع عنده مفهوم الآخرة محدود بيوم القيامة، محدود بيوم القيامة، لكن في الواقع حتى في طموحنا، حتى في أهدافنا. ولذلك الإنسان ليش دائما يعيش في قلق وفي ضيق؟ لأنه يبغى الشيء ذيك الساعة يحصل عليه، فيقع ماله، فيقع في أزمة، ويظن ويقول ليش أنا أريد الحلال. نعم أنت تريد الحلال، لكن الحلال، لكنه الحلال ماله، لكن الحلال يجب أن يؤخذ بنية حلال وبعمل حلال يتوافق مع ماذا؟ مع ما أراد الله لك. بالضبط، ترى هو هذه، هي هذه زي التوحنو. ترى ليش أنا أقول أسماء حبيبتي إنه هذه 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 المحاضرة لمن يريد أن يصلح؟ يعني إحنا كلنا ارتكبنا أخطاء حبيبتي نادية صالح، حد مخلي، ما حد خلي، كلنا ارتكبنا، والآن وقت إنه إحنا نصلح ونتعلم ولا نكرر. ما هو ليش الفكرة أنا قلت لكم الآن إنه هذه المحاضرة لأصحاب القلوب القوية، ما القلوب الضعيفة، لأن اللي صاحب القلب القوي فعلا بيكون في مصارحة مع قلبه، ما يهرب، ما يهرب من الحقيقة، وإنما ماذا يفعل؟ يعني أبدا إيش يسوي؟ المؤمن الحقيقي يشوف الغلط ويقول كيف أصلحه. لكن ما ضروري، ترى هي إيش الفكرة؟ هل أنا لازم أبني بيت بتسعين ألف؟ هل لازم أبني بيت تسعين ألف؟ ما ضروري. إيش المشكلة إنه أنا أبني بيت في البداية 25,000 و30,000 طابق واحد، حال مو قصور. لو تلاحظوا كثير منا، كثير منا يبني بيت ثم أنه هذا البيت يكون مخطط ميزانية، أصلا مخطط له ميزانية، الميزانية مثلا 50,000، يكتشف أنه هو يدفع 100,000 فيه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على أنه فعلا ها تحبون العاجلة. ما شيء اسمه الآخرة في مفهوم حياتنا، ما في حاجة اسم الآخرة. نقول نؤمن بالآخرة، لكن في الواقع الاستعجال، ها شوفوا كلمة الاستعجال يعني العاجلة. وتذرون الآخرة، بل تحبون العاجلة ها وتذرون الآخرة. شوفوا الناس ماذا تعتقد؟ الناس دائما تفكيرها إنه الآخرة يوم القيامة، ولكن هناك سلوكيات إحنا نفعلها وفي الواقع تدل على إنه إحنا لا نؤمن بالآخرة للأسف. لأنه من يؤمن بالآخرة ما له ينظر لها، ينظر لها إيش؟ نظرة كذا، نظرة لبعيد، نظرتي تكون دائما لبعيد، نظرتي ما تكون محدودة، نظرته ما تكون محدودة، وإنما نظرته أبدية كذا، الأبدية، يفكر في الأبدية. لاحظوا الآن اللي صاحبة البيت الأول عايش استقرار. لساعدكم، أنا أقولكم الموضوع للعلم من 10 سنين، سبحان الله الموقفين من 10 سنين. صاحبة البيت اللي سوته ريال بريال مرتاحة وتضحك وفي توسع
في حين إنه في حين إنه اللي اشترى سيارة أو اللي اشترى بيت بسرعة في الواقع هو ذيك الساعة يفرح بالبيت، لكن بعدين يكتشف إنه هو مع الوقت صارت عنده ضغوطات ويبدأ كل شيء يتلخبط عنده، لأنه من أحب العاقلة العاقلة لخبطته، اللي هي الدنيا اللي هي الدنيا، ومن أحب الآخرة ترتبت أموره وإن كان هناك تعب. تعالوا نشوف أكثر، نفهم ذي المعاني أكثر. قلنا الآخرة إيش هي؟ الآخرة النهاية، الآخرة هي آخر الأمور، الآخرة هي الغاية. يعني لما أقول أنا عندي غاية، طيب متى توصلها؟ متى توصلها؟ أصلها عندما يأذن ربي. ولذلك لاحظوا المؤمنين، بنشوف كيف يعني يؤمنوا بالآخرة، وبنشوف كيف ينعكس على سلوكهم، وبعدين احنا نعيد عدنا نعيد نرتب أوراقنا ونشوف. لما أقول حتى الدعاء الجميل اللي قالته خالص، اللهم اجعل همنا الآخرة، ما بس في الآخرة اللي هي يوم القيامة، حتى في حياتنا، بحيث إنه إيش، ما تأخذنا العجلة، ما تأخذنا الدنيا ونستعجل. واحدة تقول إنزين أولادي هنا رقدهم في بيت شقة غرفتين، يعني الشقة غرفتين وفيها صالة، الأولاد في الصالة والبنات في الغرفة الثانية، صلى الله وبارك، لازم كل واحد غرفة؟ مو الهدف. ومدام أولادي بعدهم صغار، ما الهدف؟ يعني ليش أنا مستعجلة؟ أنا أعرف ناس بنوا بيت على الراحات أولادهم في الثاني عشر، في الثاني عشر ما قالوا، ولكنهم الآن مستريحين. تعرفون يعني مستريحين؟ راحة أبدية، استقرار. واحدة تقول لي في الدنيا راحة أبدية؟ نعم في الدنيا راحة أبدية. من قال إنه الأبدية؟ ترى لكل شيء نهاية. ومدام إنه أنتم ما وصلتوا إلى النهاية المريحة، فمعناته إحنا ما وصلنا للأبدية في هدفنا، معناته هدفنا في خلل، ما في غاية، في خلل، في اسمها إيش؟ في عاجلة، عجلت. الآخرة أحبتي هي يعني يوم القيامة، والدنيا يوم السفر، يوم القيامة يوم يعني نقيم فيه خلاص، أما الدنيا يوم سفر، نحن مرتحلين عابري سبيل. تمام. وفي عندنا أيضا الآخرة تعني دار الجزاء، والدنيا أو الأولى دار العمل. يعني يفترض أنا في البداية أول شيء أعمل، ما أبغى الشيء يحصل. ولذلك في ناس تقول لش أنا، في ناس كذا مثلا تقول أبغى بس يا الله لو يستوي يكون عندي فلوس وحط رجل على رجل. بالله اللي يقول هذا الكلام يبغى فلوس تتنزل، طبعا حد ما يبغى فلوس تتنزل عليه، لكن اللي يقول هذه الجملة أنا آسفة لكنه لا يؤمن بالآخرة، لأن الأصل لا بد من عمل ثم تحصل على النتيجة، ثم تحصل على النتيجة، وكل نتيجة سبقها عمل، عمل ماله طويل. لذلك في ناس على فكرة، في ناس يمكن الله تعالى يظل ما يبرزهم فترة طويلة، بس هم في الواقع جالسين يعني يشتغلوا على نفسهم، والناس فجأة تشوفهم نجحوا، قالوا هذا من هين طلعوا من قبرهم، من هين طلعوا نوبة. وفي ناس اشتغلوا بسرعة، استعجلوا على أنفسهم وبسرعة طلعوا طلعة، لكنهم مالهم في النهاية، ما أنجزوا. هذا اللي طلعوا طلعة سريعة، أيوة، لكن هذا لازم يعني شوفوا التوقيت النهائي هذا يعتمد على ماذا؟ نفس الشيء بنشوف على مو، بنفهم في الآية ما الذي يريدنا الله تعالى أن يلفت انتباهنا له في الآية الرابعة في سورة البقرة، والآية الخامسة تؤكد على ما أقول.
تؤكد على ما أقول. بنفهم الحين، إحنا بنمشي شوية شوية عشان نفهم. الآخرة يعني النهايات، والدنيا يعني البدايات. الآخرة يعني منتهى الغايات، والدنيا أساس الغايات. تو إذا أنا ما باني الأساس، بالله عليكم إذا ما بانتنا الأساس، أوصلي إلى منتهى الغاية. أنا ما بنيت أساسي، ما بنيته، وأفكر في النهاية. تو أنت الأساس ما بنيته، قال تفكر. أو أنا أؤمن بالآخرة، طيب بنيت الأساس للآخرة؟ هل بنيته؟ واحدة تقول ليش أيوة أنا أعبد ربي وكذا، طيب وسلوكك في الدنيا لا يدل أبدا على إيمان. كل قاعدة، كل قاعدة قرآنية لا يقصد بها أنك أنت بس تفكر فذيك الآخرة يوم الحساب، وإنما تكون سلوك يفترض تمارسه في حياتك، سلوك نمارسه في حياتنا، سلوك هو اللي نعيش فيه الاستقرار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ماله فلنحيينه حياة، وهو مؤمن، شرط وهو مؤمن، توعد الله بذلك، فلنحيينه حياة طيبة. طيب مو هو الإيمان، مو هو الإيمان في الآية الرابعة بنشوف جزء من أجزاء الإيمان أيضا. الدنيا تعني الآخرة، تعني آخر المطاف، أما الدنيا أول المطاف. الآخرة تعني النتائج، والدنيا تعني السعي. الآخرة تعني الأبدية، والدنيا تعني الفناء. يعني أي شيء أنت تستعجل عليه اعرف أنه بيخلص وبترجع تعيد من أول. أي شيء، ما هو تو صبر أنت حبيبتي، توبة نصبر. ليش أنا أعطيكم المعاني؟ عشان تعرفوا أنه الآخرة لا يعني فقط يوم القيامة، تعني أيضا الغايات. وكلمة الغايات، كلمة غاية هي أقصى نقطة أريد أن أصل إليها. تو أنا لو سألت واحدة تقول أقولها البيت، لو أي واحدة الآن تسأل نفسها لماذا أنا أريد البيت، سؤال لماذا أريد البيت، يعني الناس تريد تبني بيت، مثال الاستقرار. طيب حلو تمام، لماذا الاستقرار؟ لماذا الاستقرار؟ كيف تحققوا الاستقرار؟ كيف أحقق الاستقرار عشان أعيش سعيدة؟ طيب حلو، خالصة قالت للاستقرار عشان أعيش سعيدة، يعني إذا استقريت هطمئن وهكون سعيدة، صح؟ طيب هل الآن السؤال، هل إذا أنا صرت مديون بستقر؟ سؤال، لا. ولذلك كان المفروض الإنسان ما بس يحط نية، يسأل نفسه ويقول هل الطريق اللي أنا ماشي فيها صح فعلا بيوصلني إلى الاستقرار؟ لا، هذا ما بيوصلك للاستقرار، إذن أتركه. ولذلك إحنا إيش اللي نفكر فيه ذيك الساعة؟ إحنا نفكر أنا أريد أستقر. طيب لك الحق أن تستقر، لكن السؤال الآن، هل الطريق اللي أنت ماشي فيه فعلا يبني لك الاستقرار؟ اللي ما يفكر بذا السؤال معناته هو لا يؤمن بالآخرة، لأنه الآخرة يعني استقرار، يعني استقرار الآخرة، فهو لا يؤمن بالآخرة لأنه استعجل في تحقيق هدفه، مستعجل. إذا كان بالحلال قلنا، ما قلنا مشكلة، ما قلنا مشكلة، هي ما مشكلة الحلال، مشكلة إنه هل هذا الأمر فعلا. ترى شوفوا في حاجة اسمها يعني الدين حلال ولا ما حلال، يعني كنت تدين عادي، لكنه هل يتوافق الدين مع العزة مع الاستقرار؟ أيوة، مثل ما الطلاق هو أبغض الحلال فالدين كذلك. شايفين هل في استقرار في الطلاق؟ هل في استقرار في الطلاق؟ تشتت.
حتى لو إنه بغينا نعيش مثالية، في تشتت. كذلك الدين. طيب الطلاق حلال، نعم، ولكن هناك من الحلال ما هو ماله. المفروض إنه ما يكون أول ما أستعجل به. يعني واحد كلمة يقول لك يلا ناخذ أبغض الحلال عشان بس أمشي أموري، لكني ما فكرت قدام، ما فكرت إلى الأمام، ما عندي. نعم بإذن الله تعالى حبيباتي، سنحفظ الفيديو في اليوتيوب بإذن الله، ما أفكر. ولذلك ما هي مشكلة إنه إنما أرى نفسي، أنا أشوف نفسي. لأنه لو كنت أفكر بقول طيب أنا مع الدين، أولادي بيكبروا، احتياجاتهم، يعني إذا كان عندك مثلا طفل واحد يدرس، بكرة بيصيروا 4 اللي يدرسوا، كيف مصاريف المدارس مالهم هذا؟ كيف المصاريف اللي بتسويها؟ هل فكرت؟ فلذلك الإنسان الذي يؤمن بالآخرة بالاستقرار، أيوة الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى سنتحدث كيف نصلح ما أخطأنا فيه. شوفوا ميزان السعادة وعلاقته بالآخرة. لا بأس عليك حبيبتي أم الخطاب، يسر الله لك وعليك. ميزان السعادة وعلاقته بالآخرة. والذين، شوفوا نتأمل الآية، نتأمل الآية حبيباتي، نتأملها زين ما زين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني في ركنين، أول شيء عشان توصل أنت للآخرة توقن فيها لازم تعمل شيء. إيش هو هذا الشيء؟ ها ما هو؟ اتباع التعليمات، ما أنزل ها إليك وما أنزل من قبلك. مو نزلنا الله تعالى، ماذا أنزل الله على نبيه محمد؟ قرآن. ومو في القرآن، مو في القرآن آيات نتلوها بس، صح؟ لا، فيها تعليمات، فيها منهج، فيها أحكام، فيها تعاليم، فيها أوامر ونواهي، صح ولا لا؟ فيها قوانين حياة بالضبط. وبالتالي هم عارفين قوانين الحياة، إنه أنت ممكن تتدين لكن بالدين ترك ما ترتاح. عارفين ذا الشيء. الأمر الآخر إنه لا تتعلق، ما في تعلق. وبالتالي ليش؟ لأنه التعلق إيش يخليك؟ يخليك بسرعة أنا باغية بيت، أنا خاطري أستقر. شوفوا الكلمة، خاطري أستقر، أفوادي أستقر. شايفين هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تساوي في النهاية تعلق. ليش؟ لأنه كل ما الإنسان يقول يا الله خاطري، إما أنه يسكن بيت لكن في البيت في مشاكل وديون، أو أنه لا يسكن في بيت، ما يحصل بيت، ما يقدر يبني بيت، لأنه لازم يكون بدون تعلق. يعني يسلم الأمر، هو عليه أن يتبع ثم عليه أن يسلم. ليش؟ كلمة بالآخرة هم يوقنون، نعم وجود خلل. وبالآخر يعني عشان تكون سعيد عندك شيئين تسويهم. ولذلك الاستقرار والسعادة الحقيقية قائمة على ذا الشيئين، إنك أنت أول شيء تتبع، تأخذ بالقواعد اللي الله تعالى عطاك إياها المتعلقة بالأمر اللي تريده، مو هي القواعد بالأمر اللي تريده. والشيء الثاني إنه أنا إيش؟ وبالآخرة، يعني مالهم ما يتعلقوا، تاركين النتيجة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يظهرها ماله وقت في وقتها المناسب، ما يفكروا كيف ومتى. هم عليهم ماله، ترى الرضا. لا، التعلق شيء، التعلق معناته إنه أنا هذا الشيء أبغاه تو. كلمة التعلق إنه أنا أبغاه الآن. ولكن مسألة إنه الذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني عايشين في صبر ورضا لدرجة التسليم، لدرجة التسليم. أيوة، التسليم أين يظهر؟
وبالآخرة هم يوقنون. هنا منتهى التسليم. يعني أنا بسألكم سؤال، لما هذه قالت إنه إحنا 8 سنوات، حد ضامن يعيش سنة أصلاً؟ حد ضامن يعيش يوم؟ حد ضامن؟ لا، لكن ماذا؟ ماله؟ هم إيش مسويين؟ تسليم، مسلمين، إحنا علينا نشتغل. ما أنا ممكن نفس الشيء أخذ قرض وبعد يومين من أخذ القرض إيش يصير لي؟ أتوفى. إيش استفدت منه البيت أنا الحين لما استعجلت عليه؟ ترى هي نفس الشيء. ما في واحد يقول أنا أموت وما مواحي، تراك أنت أصلا ما مخلد. يعني العجلة إيش يقول لك؟ أنا أموت وما واحي، فروح أستعجل. طيب أنت ما مخلد أصلا، فليش تشتغل بطريق العجلة وأنت أساسا ما أنك مخلد؟ فلذلك هم مالهم، هم على هدى من ربهم حسب تعاليم الله تعالى، ولذلك هم مالهم المفلحون. وقيل أن الفلاح أعلى من النجاح. اللي حصل للأخت الأولى اللي بنت بيتها في 8 سنين هي التي فلحت. ليش؟ لأن استقرارها صار أبدي، لأن الفلاح أبدي نهائي ما بعده شيء. أما النجاح، هذيك نجحت صحيح أنها نجحت واشترت بيت وخلصت، لكن هل فلحت؟ أيوة. الناجح ماله؟ النجاح عبارة عن شيء مؤقت، وهذا غلط كبير. لكن الفلاح شيء مستمر، ولذلك الله تعالى قال أولئك. نعم أعرف، لكنه بعدين بيكتشف إنه ما مات ويوم استمر في الحياة اكتشف إنه عايش شقي، إلا بس يدفع مصاريف وصار في ديون. ترى ما حد يعرف عن مو أنا موت. يعني أنت ليش تفول؟ ليش أنت تحكم على نفسك بالموت؟ ما هو لو في حسن ظن بالله لكان سلم النتيجة، لو في حسن ظن بالله لسلم النتيجة وما فكر فيها، لكن هو مو مفكر، مستعجل وتوحن، وحد عارف من يعيش ومن يبقى ومن يموت؟ حد عارف؟ حد يعرف يوم موته أصلا؟ ما حد. فهذا مبدأ خاطئ نعيش عليه، مبدأ خاطئ. لابد أن أفكر في الاستقرار، والاستقرار يعني إنه أنا أفكر فيه بطريقة بحيث إنه يكون أبدي. طيب كيف يكون أبدي؟ يكون أبدي عن طريق إنه أنا أتبع ما أنزل إلي وما أنزل من قبلي. وفي النهاية يبني البيت وخلاف ما حد يجلس، يوم يكبروا مالهم صدق كما قالت الغالية، فعلا يعني كما قالت الجابرية، أنه في النهاية يفضى البيت، يبني القصور وخلاف ما حد يجلس فيه البيوت. الفلاح أبدي. إذن أنواع السعادة نوعين، سعادة حقيقية اللي هو دائما صفتها أبدية، الوصول لها بطيء. شوفوا الوصول لها بطيء لكنها تقوم على القيم، وكلمة القيم يعني على ما أراد الله لك وأمرك به. أما السعادة المزيفة مدتها قصيرة، الوصول إليها سريع، لكنها مالها تقوم على هوى النفس. هوى نفسه الإنسان باغي كذا وباغي كذا وباغي كذا. طيب تعالوا نشوف، هي المسألة مسألة بيوت فقط؟ لا، ما مسألة بيوت فقط، في أشياء واجد نسويها. صبروا بس، نحن ركزنا على البيت لكن ترى في أشياء واجد. صبروا أنتوا، بطلع المخفي والدمار بو عايشين نحن فيه.
يعني ما بس البيوت مثل الطبخة بالضبط حبيبتي شيماء، ما بس مسألة البيوت، الأرض نأخذها بقرض، والبيت بانينا بقرض، وحياتهم ماشيينها بقرض، لا هم متهنين، لا أولادهم عايشين عيشة زينة لا إلى آخره. وفي النهاية يقول لك الحياة غالية، طبيعي الحياة تغلى، طبيعي، وتصبح الحياة أصعب، طبيعي، معروف، لأنه زادوا عدد أبنائك، زادوا، أيوة، والعرس نعم فيه في تسجيل. طيب تعالوا نشوف لماذا أهل الآخرة أول شيء هم الفائزون، لأن الله تعالى قال عنهم ماله، أولئك على هدى من ربي. ويوم أقول كان أهل الآخرة، مو أقول لأهل الآخرة، ماذا أقصد؟ أقصد الناس اللي عندهم مالهم، هذيك الأشياء الحلوة في النهاية، عندهم الغاية، أيوة، وهذا يتطلب منا التريث، ويتطلب منا التمهل، ما أستعجل، ما أبكي، ما أبكي على ماذا؟ على ما فاتني. واحد يقول شوف كيف ما شاء الله، أخواني كلهم بانيين وأنا باقي ما باني، وكلهم الناس يقولوا له فلان أنت لحد الحين ما باني، وكلهم فلان باني، جالس هو يجمع ومحوش 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 الرجال، وعايش بالسهالات، وفجأة البيت طلع أكبر من بيوتهم، فهو يقول لش يا رب إذا مستواه كان كذا وكان فقير وكانت حالته حالة، ما لازم يخبرك مو كان يسوي؟ في ناس كذا طلع أحلى، فهم ما مدركين، ما مدركين. والذين يؤمنون بما أنزل، مرة ثانية، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما له؟ يؤمنون بالتدرج. ألم يقل الله تعالى وخلقناكم أطوارا، صح؟ في آية تقول وخلقناكم أطوارا، وقال الله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، قالنا ولا ما قالنا؟ أيوة. ولذلك الناس اللي مستعجل مو يقولوا عنه ماكل شوبه ني بس خلاص، عرفتوا تو الأمثلة العمانية، خدت عقبني الأمثلة العمانية كلها مبنية على أسس قرآنية صراحة، إلا في أمثلة كذا دخيلة ما عفى من هي مجيوب، لكن أمثلة العمانيين تعقبش، ماكل شوبني مستعجل. طب اصبر اصبر اصبر، وبعدين يوم يوم يجي يوكلني، يوم يجي يوكلني خلاف ما يسوي عقبه. فأي شيء، أي شيء تأخذه بسرعة وبعجلة تندم 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 عليه. أيضا لأنهم يتبعون، ما بس يتلوع حبيبة حبيبتي، ما بس يتلوع أي عقبة في صوب خلافه، يفكر مرة يأخذ غيره، عاد يجلس يتقلب. بالضبط، خاصة إذا كانت المسألة مالها في أمور الدنيا، خاصة إذا كانت في أمور الدنيا، لأن المسارعة في أمور الآخرة لا. يعني مثلا واحد إيش يقول أنا أؤمن بالآخرة، إنزين وبعدين؟ أيوة يعني إن شاء الله إن شاء الله، يعني ببني وأنا صابر. طيب هل حوشت؟ ها؟ هل حوشت؟ لا. عقب كيف أنت تؤمن بالآخرة وأنت ما سعيت لها بعدك؟ أو أنا أؤمن بالآخرة وهو ما سعى، إذن معناته هناك في إيش؟ عمل للآخرة، صح ولا لا؟ في عمل للغاية، ما ينفع تقول أنا أؤمن بالآخرة وأنت ما تعملها. ومثل طالب الصف الثاني عشر، نعم، يستوي الواحد تو طالع صف الأول ويقفز على الجامعة؟ وكل من استعجل النتائج انتكس، وكل من استعجل النتائج انتكس. يدركون أن الصبر هي الوسيلة الأهم، عارفين أنه أفضل وسيلة عشان أوصل للغاية، شوفوا المنتهى، إنزين، وخلاف تتنهجل هذه بتتعمد تخلي زوجها يستقرض وما أدري ويش، وخلاف عاد هي عارفة مو يستوي لها.
أيضا يركزون على ويش؟ على النهاية. هناك نظرتهم دائما بعيدة، النظرة مالهم بعيدة، النظرة مالهم ما محدودة، هناك نظروا البعيد، يقول أنا أبغى أولادي مستقرين، أنا مستقر، عائلتي مستقرة. طيب أنت عايش في نكد، معلش الآن صح أتعب لكني بعدين في النهاية بستقر. فما يغرك، ما يغرك الناس اللي بسرعة. يعني في ناس مثلا تقول يا ربي أنا تو عمري 30 سنة وما تزوجت، وفي ناس عمرها 18 سنة تزوجت. أيوة، وبعدين وبعدين وتزوجت عمرها 18 سنة مالها؟ إما تطلقت، إما تبهدلت، إما 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 كل رزق. يعني كثير من البنات على فكرة، كثير من البنات أيضا عندهن هذه النظرة وما يعرفن إن الله تعالى يرتب لك الأمور بهدوء. اعرف إذا كانت أمورك تترتب بهدوء وفيها طول طول فترة. دائما في مثل نبع ماني جميل يقول ويش؟ يمطول الغيبات ماله؟ يلا بنشوف مش شاطر في 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 الأمثال العمانية، بنشوف الشط جاب الغنايم. شفتوا كيف؟ ما اللي رايح رد تيتي تيتي كما صرت جيتي، لا، اللي مطول، اللي مطول بالضبط، اللي خاض فترة، اللي خاض شوية شوية، ما اللي ساير بسرعة بسرعة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يركزون على النهايات، جاب الغنائم، كل صابر ظافر. بالضبط. اليوم اليوم حلقة اسمها أمثلة، اليوم تفوز الأمثلة العمانية. وعلى فكرة ترى هذه الأمثلة العمانية في لها أمثلة في الدول الثانية نفس الشيء، بس عاد كل واحد بلهجته، لكنها من الأمثلة الحلوة. الخلافي قسم وافي. الله 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 الله، شفتوا المثل الجميل؟ شفتوا المثل الجميل؟ يعني ما تستعجل النتيجة، لا تستعجلوا عليها. شفتوا كيف؟ عاد هذا حلو 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 المثل، لكن لكن صبر جميل، صبر جميل. شعور دمير. أولئك ما لهم في النهاية على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذيلك اللي بيفوزوا، هذيلك اللي بيفوز. بس خلاص بس خلاص، أمثلة فيها أشياء، أمثلة ما له علاقة بالدرس اليوم. مريومة، هذا المثل ما له علاقة. قام يطلع عن كل الأمثلة. طيب، أهل السعادة المزيفة ما لهم، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وبعد كلا بل تحبون العاقلة، كلا بل لا يخافون الآخرة. تو أنا لو فعلا أخاف الدين، أخاف الدين، هل بخضه؟ لو أعرف عقبات الدين وعقبات هذا مثال بسيط طبعا، وعقبات أنه أنا أتزوج وأنا ما مستعد للزواج. على فكرة في ناس أعرف، في ناس فئة لأنه الله تعالى منعم عليهم وأولادهم توهم خلصين ثانوية يروحوا يزوجوهم. قال لك ليش تحصين؟ طيب كيف تحصنوا؟ ترى يحصن يصوم، لكن أنت تزوجه وتصرف عليه وبعدين تصرف عليه وهو لا يشتغل ولا شيء، ولوم يجي يشتغل بعدين مو يقول، يقول أنا ما اخترت، اختاروا لي، ويروح يفكر يتزوج مرة ثانية لأنه زوجوه ماله بدون اختيار. قال احنا نبنصونه ومدام عندنا الله تعالى معطنا. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى بتظلوا تصرفوا عليه؟ لحد متى؟ وعلى فكرة أعرف عائلات كثيرة والله، يعني حتى في واحدة كانت واحدة من الزميلات، تخيلوا يعني لأنه الله تعالى أنعم عليها، عندها ولد، انصدمت، قالت لي أنا مزوجتنا 18 سنة وتقول لي كل يوم مشاكل هو وزوجته. قلت لها ليش؟ قالت لي لأنه هو تو بادي يدرس في الكلية. تخيلوا تو بادي يدرس في الكلية، وبعدين تقول لي تتعرفي شباب. قلت لها وش شباب ما شباب، الولد بعده ما اختار، رحتي وزوجتي وربطتي الرجال، لا هو مستعد، لا هو صارف، لا هو اصلا مستعد للزواج نفسه. قالت لا انا باغي افرح بابا يشوف اولاده. قلت لها زين شوفي اولاده، زين خلافه تشوفيهم اولاده يوم تشتتوا وهو عايش مشاكل.
فيعطى مسؤولية وهو ليس أهل المسؤولية. وكثير من الناس يقول لك نزوجه زواج مبكر، الزواج المبكر جيد، ماشي، إشكالية إذا كان الشخص واعي ويصرف. يعني أول مثلا اللي عمره 18 عاد يشتغل، أول زمان اللي عمره 18 عاد يشتغل، صح ولا لا؟ تو إلى 25 30 سنة بعض منهم ما يشتغلوا، كما مو يزوجوا ويفتحوا بيوت. قال لك وين أنا بشوف أولادهم؟ وهذه أيضا. ثانيا أيوة، شباب أول عمره 18 سنة لكنه عنده مسؤولية، عنده مسؤولية الآن 18 سنة، يقول لش حلي لي الواجب. إذا كان الواجب ما يروم يحله، أي روم يحل واجب الزواج؟ نعم عادي حبيبتي، قلنا عادي. أي روم يحل واجب الزواج ومسؤولياتها 18 سنة، ما مستحيل تعطيه في هذا الزمن تعطيه مسؤولية. عكس سابق، سابق 18 سنة يدير بيت صح، مسؤولية لأنه يشتغل. ففعلا يعني الآن استغرب يعني حقيقة أنه كيف مستعجلين، قالش أوين أنا أبغى أشوف أولادهم. إذا أنت مدراش أنه أصلا بتعيشي وتشوفي أولادهم، ويجيوا ذاك الأحفاد ويشحطولش الحافش ويعذبوش وما يخلوش تتهني بالتلفزيون، وبعد ما كذاك يعقلش إياهم وتقوم تتربي من أول وجديد، صح وما صح؟ هي على بالها تستقر تفرح، هايتها الجدات. ضربت اليوم الوتر الحساس، هي ويقولش أنا بشوف أولاده وخلاف يجيوا الصغيرين فوق راسه. فوق راسه قولنا ما جاء علي، ما جاء علي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إحنا دائما مستعجلين، مستعجلين. لا تقيسوا، لا تقيسوا، لا تقيسوا يعني الأشياء، كل زمن يعني وله خصائصه، لازم يعني نحط في بالنا ذا الشيء. هي والله أعرف حريم كبار يا عيني مسكينات، ويعني الله المستعان. ليش؟ لأنه الآن الواحد ساكن في بيت ما قادر يصرف، ما قادر يجيب عاملة، ما قادر يجيب شيء، وما عارفين هين يودي أولادهم، وما عارفين حياتهم كلها مالها عبارة عن ماذا؟ عقلة عقلة عقلة، بسرعة 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 بسرعة، باغي أتزوج بسرعة بسرعة، باغي ما أعرف مو بسرعة. رتب رتب. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يستطع، قال من يستطع، شرط من يستطع منكم الباء ماله فليتزوج، قال شرط ماله هو الاستطاعة، من حرف شرط. وإحنا ما نعرف شيء اسمه استطاعة، والاستطاعة لا يقصد بها الاستطاعة يعني خلاص عدته يعني أنا لازم تو أتزوج. ولو مشكلة أنه حتى صغيرون وفصفوص وصغير عمره 18 سنة وصغيرون محطوط في الكوشة، عجيب. ما الذي يحدث؟ عادي حبيبتي، من يحب أن يسمع فليسمع، الرجال أو النساء أو الأطفال فليسمع، من استطاع منكم. نعم، يبدأ الاهتمام بالرخيص خوفا من نفاذه، مستعجل عني واحي عني خلص، مثل ناس ايش تقولش الحق على ويش على التنزيلات عني خلصا. طيب انت ما حاط خطة، انت ما مسوي خطة، قالش لا تنزيلات انا علمت جي مرة ثانية التنزيلات. طيب انت ما مسوي خطة اصلا، انت ما وضعت خطة، قالش ايوه لكن التنزيلات ما كل يوم تجي. عاد أنا هذا أبو يسألني مرة يا أخواتي، عادي عادي، من أحب أن يسمع المحاضرة رجال ونساء فليسمعوا، الأمر متاح عادي. تركيزه على الكماليات، تركيزه على الكماليات ويترك الأساسيات، تركيزه على الكماليات. يعني إيش؟ يعني أهم شيء، أهم شيء خلينا نفرفش، خلينا نعيش. وقولتهم إيش؟ حنو كم نعيش في الدنيا؟ كم مرة نعيش في الدنيا؟ خلينا نعيش، صرف عادي، واحد كم يعيش وكله
بدون مخالف لما أنزل الله. والدنيا ما لها حالها، طبعا عارفين أن الدنيا ما لها حالها، لكن ترى ما كذاك، التعلق بالدنيا والقري وراءها عدم إدراك الأولويات، ما يرتبوا أولوياتهم. ليش؟ لأنه أهم شيء أنا رغبت في ذا الشيء أبغاه تو أحصل عليه. قال باغي سيارة، قال بس خلاص أروح أشتري سيارة بالأقساط. قال باغي كذا كذا كذا، خلاص أروح أشتري. ماشي ترتيب. أيوة، وتو أبنائنا للأسف بنفس الطريقة نعلمهم. في فرق بين لما أقول فرصة ذكية وبين أقول مستعجل. في حاجة اسمها فرصة ذكية وفي حاجة اسمها مستعجل. فرصة ذكية إنه أنا مثلا أشتري أرض في منطقة الآن تكون المنطقة رخيصة، يعني مثلا أشتري أرض، يعني أنا أعرف واحدة أيضا من الزميلات قالت لي، تقول لي أمل أنا اشتريت أرض تقريبا ب4000، تعرفوا بكم باعتها بعد أعتقد 5 سنوات، تقول لي بعد 5 سنوات باعتها ب20000. أنت شطورة الشطورات ريما، ب20000 وساعدتها أنها تبني. أيوة، هذه اسمها الفرصة الذكية، هي هذه الفرصة الذكية. في فرق. أيوة، هذه هي الفرصة الذكية. لكن أما أنه أنا لا 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 أروح أشتري، طيب أنت عندك؟ لا ما عندي، بس أنا يعني ضروري أسوي هذا الشيء. طيب أنت ما عندك، ليش تشتري؟ قال إيش فرصة، أنت ما عندك، أنت ما عندك ليش تشتري؟ هذا ما اسمه فرصة ذكية، هذا اسمه ماله، هذا اسمه استعجال. وهناك فرق طبعا، الاستعجال حتى في العلم، والاستعجال في المال، والاستعجال في الصحة. كيف يستعجل الإنسان اللي على صحته؟ كيف يستعجل الإنسان على صحته؟ حد يعطيني مثال الاستعجال اللي ما يؤمن بالآخرة في صحته؟ شفتوا؟ شفتوا المثال الجميل؟ اشترى أرض ب4000 وباعها بعد 10 سنوات ب90000. يأكل أكل غير صحي، ممتاز. هذا ما مو معناته. أهم شيء يقول لك ليش تأكل أكل غير صحي؟ قال لك أنا يعني الواحد كم يعيش؟ وادي فيه وبطني فيه وخلاف بعدين، خلاف بعدين. أيوة، لا تحرك لسانك لتعجل به، يعني إذا قراءة القرآن الله تعالى يقول لك ما تتعجل فيه. وإحنا كل تفكيرنا أن يوم الآخرة بس يوم القيامة، خلاص أنا أسوي صدقات، أسوي مدرويش. طيب حياتك، حياتك لازم تقوم أيضا على أسس. إيه سيقرز، نعم، وكله يخطف عليه الأخضر ويابس. قال ليش كم أعيش؟ كل ذاك بعده يقول أنا عادي كيفي، ترى كلنا في النهاية حال الدود. زين صحتك تراك مسؤول عنها، مسؤول عنها. هذا دليل أيضا على أنه لا يؤمن بالآخرة. والله في ناس يمكن لا يشهدون بلا إله إلا الله لكنهم يؤمنون بالآخرة أحسن عنا. وفي ناس أيضا في العلم مستعجلين، قال لك أنا باغي أوصل إلى المستوى الفلاني. طيب شوية هدي 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 هدي. وفي إنسان مستعجل على الزواج، تو بادي يشتغل، بسم الله الرحمن الرحيم، تو بادي يشتغله 2 شهر. أقولكم دوروا للحرمة. زين عندك حال مهر؟ عادي عادي، أنتوا ما تشلوا هم المهر. كم هو المهر؟ 6 7 صار يدق قرض وخلافي نهجل بنت الناس. واللي مستعجل أيوة في الإنجاب، واللي مستعجل في أشياء كثيرة، وكلها مالها. في ناس كثيرة استعجلت في الزواج فكانت النهاية خوف، والسبب خوف. يعني في نساء أيضا أنا أعرف، في بنات تقولش أنا عنس، أي حد يدق باب البيت جاي يتقدم بس موافقة، يا بنت الحلال طيب نسأل كذا كذا كذا، لا 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 موافقة.
مو استعانس، لا والله ما بعنس كما فلانة وفلانة وفلانة. ونزين وتزوجت خلاف، خلاف تقول بحد مرتاح غير ذا الآنسات. أيوة، وفي الواقع هم لديهم خوف يحركهم الخوف، خايف عن أموت، خايف عن لا وتعقد اللي ما تزوجن بالضبط، وتعقد اللي ما تزوجن، خايف يموت، وخايف عن 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 تفوت الفرص، وخايف وخايف وخايف، ومحركنا الخوف. طيب لو عنده حسن ظن بالله، لو يؤمن بالآخرة، هل كان الخوف يتحكم فيه؟ ما يتحكم فيه. ولذلك إنه علينا أول شيء، أيوة بالضبط، ولذلك علينا أن نصلح مشكلة الخوف إذا أردنا أن نصلح أخطائنا. يعني كل ما كان الخوف موجود خلاني أتخذ قرار باستعجال، يعني واحد يقول خايف عن 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 أموت وأنا ما شايف، أنا ما شايفة أولادي، ما متزوجة، يعني أنا 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 ما فاهمة. طيب أنت ممكن الله تعالى يعني يعطيكي، وممكن تكون تتزوجي 50 سنة بس ممكن تجيبي أولاد، ترى ما قضية، يعني الله تعالى على كل شيء قدير يعني. وممكن تجيبي أولاد وأنت عمرك 18 سنة ويطلعوا ما فيهم خير. فهي الفكرة أنه دائما اتبع ما أنزل، اتبع ما أنزل واترك النتائج، وسيبارك الله لك، وسيعطيك الله الاستقرار، والله تعالى بيرزقك، بس أنت أهم شيء أحسن الظن. في ناس تقول ما الآن، ما الآن، أول شيء أرتب، عنده كذا، شوفوا عنده رؤية. ولذلك في ناس لو سألتهم سؤال كذا، أقول حال واحدة إذا عندش 30 ريال، 30 ريال إنزين، وال30 ريال هذيلا عندش الآن أمرين، إما 30 ريال تصرفيهم حال الأكل والشرب، ولا 30 ريال تتعلمي فيهم، أي القرارين تأخذين؟ أقسمهم بالنص، ممتاز، أتعلم، ممتاز، أستثمر في ذاتي، حلو، بس شوفوا إيش الفكرة هي؟ إيش الفكرة الآن؟ الفكرة حبيباتي جميع الروابط في مجموعات الكلمة الطيب. طيب إذا ممكن بس تعطوها رقم التليفون تتواصل عشان يعطوها. أتعلم، أيوة بالضبط يا روان، ممتاز، أنا أتعلم عشان أجيب بدل 30 300، يعني أحط 100، أنا من هذه الدورة بدل 30 أجيب 300. إحنا قلنا دائما الإنسان ماله، المؤمن عنده شوف الطموح ماله كبير عالي، عنده استثمار، عنده استقرار، يفكر في الاستقرار، ما يفكر في ذيك اللحظة، ما عنده مشكلة في تلك اللحظة، دائما عنده خطة بالضبط، دائما ينظر إلى ما هو أبعد. ولذلك الأغنياء ليش يصيروا أغنياء وتستمر غناهم؟ لأن الفقير يفكر في ذيك اللحظة، أما الغني دائما عنده نظرة، كل ما أخذ مال يفكر كيف أستثمره، كيف أخليه أكثر، كيف أخليه أكثر، لأنه الفكرة أنت ما مطلوب منك يعني تكنز شيء. ليش؟ لأنه اللي تكنزه في النهاية بيروح، ما شيء دائم، لكن المفروض يكون تفكيرك، وهذا هو تفكير ماله، يربي الله ماله الصدقات، تفكير الاستثمار، هذا اللي الله يضاعفه ويبارك فيه ويظهره بالضبط. لازم قبل ما أتخذ قرار، يعني في ناس تقول ليش دخلي مثلا دورة كيف تتعلمي شغلة معينة تجيبي منها رزق، قاتلش أنا كان عندي 10 ريال أصير أكل بهن أولادي. طيب أنت ممكن تتعلمي بال10 ريال ذلك تجيبي 100 ريال، وبدل ما تأكلي أولادش حمى صفول تأكليهم مشاوي،
هي الفكره انه انا ما يكون يعني حدودي بس انه لان الله تعالى يريد لك احسن شيء. قال فلنحيينه حياه طيبه. وفي ناس بالضبط شيماء، والله في ناس، وعلى فكره هذا ما بس الجانب المادي، حتى الجانب العلاقات. يعني انا ممكن ادخل دوره ب10 ريال، ب20 ريال، ب30 ريال، لكن في المقابل أكسب علاقتي مع زوجي، أو أكسب علاقتي مع أختي، أو مع أمي، أو غيره. إذن هذا استثمار ولا ما استثمار؟ ليش؟ لأنه في قيمة، في قيمة، وأكسب أيضا علاقتي مع الله. لا، في ناس وش تقولش لا 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 لا، أنا إذا عندي ريال يا دوب أكل أولادي. شفتوا نظرة الفقر والضيق. أما الذي عنده نظرة اليوم الآخر ما عنده ذي النظرة الضيقة، عنده نظرة الاتساع، لأنه ينظر لبعيد. استحقاق عالي، بارك الله فيش، استحقاق عالي، نظرة لبعيد. واحدة تقول وأضيق على نفسي وأدخل ذي الدورة، ليش؟ لأنه ذي الدورة أنت ممكن تستفيدي منها وأنت ما عندش خبر، أنت تو ضيقتي يومين زمان، لكن بعد اليومين زمان الله تعالى يفتح لك فتوحات أنت ما تعرفيها مهية. غير أفكارش، نظرتش للأمور مختلفة. فلا يكون نظركم لليوم الآخر إنه فقط يوم القيامة، لأن الله تعالى إيش خلى يوم القيامة؟ يوم النتائج. فكذلك في الدنيا يريد لك تعيش النتائج، لكن تعيشها صح، تعيشها صح، ما تعيشها غلط. ولذلك في ناس تقول لا لا لا، أنا ما، مستحيل مستحيل ما أعمل كذا، مستحيل ما أسوي كذا. الذين يؤمنون، مرة ثانية، من أراد السعادة التزم العمل بما جاء، ما جاء الله به، ونسى أمر النتائج، ما يفكر فيها. السعداء دائما هي نظرتهم. ولذلك أنا أقول لكم اللي أصحاب القلوب القوية إيش؟ أصحاب قلوب صابرة، حتى في المرض، حتى في المرض. يعني واحد مريض مبتلى بالمرض، طيب كيف يكون يؤمن بالآخرة؟ كيف يؤمن بالآخرة؟ إنه يصبر على مرضه، لأنه يعلم أن نتيجة هذا الصبر في نهاية يوفى الصابرون. هذا معناته أنا أؤمن بالآخرة. يعرف أن المرض تطهير، يعرف أن الابتلاء في المرض والصبر عليه فيه جوائز. فلذلك دائما يشوف ماله، يشوف النهاية. أيوة، يرى، ينظر إلى النهاية، ما يركز على الأمر المؤقت، ما يركز على الأمر المؤقت. طيب، السعداء دائما نظرتهم، هذه خدوقة يمكن بيتسلم عليكم، السعداء دائما نظرتهم للبعيد، فكل عملهم مبني ماله النهايات، نهايات دائما نظرتهم هناك. أنا هناك نظرتي فوق، بعيد بعيد نظرتي، أنا ما بس أفكر أخلص أموري وخلاص، لا. تعرفوا في تونس، في بالضبط، وليس فقط الظاهر. يعني ايش فائدة انه انا احقق الظاهر ولكن في الباطن، في حقيقة الامر انا ما مرتاح؟ بارك الله فيكم، وضحت لكم وانتم زدتم واضفتم، ربي بارك فيكم. السعداء يؤمنون بما أنزل الله، ليش؟ لأنهم يعرفوا أنه في السعادة. بخبركم الآن، في تونس عندهم أنه إذا صار طلاق، الشخص يعني إذا ما ارتاح مع زوجته يعني يخسر كل ما يملك، يذهب إلى الزوجة. فتلقي أنه الشباب يفكرون 1000 مرة، ليش؟ لأنه يقولش أنه الزواج معناته استقرار، فلازم أفكر أول شيء من اللي هرتبط فيها، فيفكر 1000 مرة قبل ما يرتبط. ولكن طيب، في ناس تقول في ناس صبرت ووصلت لكن أيضا ما كانت سعيدة. خدوق خلاص طردناها طردناها خدوقة، ناس بعتلوا منازعتهم من شوية طيب، هناك أناس صبرت ووصلت لك لأنها مصرة تجلس، وأنا أقولها يا ماما لا تجلس، وهي تقول لي لا أجلس وأنا ما هسوي صوت. طبعا هتمل أكيد، هتتعب يعني في النهاية.
لم تكن سعيدة. ليش؟ ليش؟ في ناس صبرت فعلا بس في النهاية ما سعدت. أنت تقولين إنه اللي يصبر نهايته تكون سعيدة. قلتها سالفة تونس إنه إيش اللي يصير؟ إنه في تونس دائما الزوج إذا طلق صار عنده التزامات، بمعنى إنه كل الأموال وكل الأشياء تروح للزوجة، فلذلك يفكر مليون مرة. أيوة بالضبط حبيبتي، لأنه الإرادة والمشيئة لا تتوافق مع إرادة ومشيئة الله. أيضا إن الناس اللي نواياها تكون أصلا نوايا عاقلة، ما نوايا آجلة. أيوة في ناس صبرت وما فيش فائدة. ليش؟ ليش حبيبتي سوزان؟ ليش؟ ليش في رأيش؟ الاختيارات غلط، وقد يكون النوايا خطأ. الاختيارات خطأ وقد تكون النوايا خطأ، يعني أنا تكون النوايا أصلاً ما مثل ما أنزل الله، لأن الله تعالى قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل من قبل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فأصلاً هو هذه بما أنزل من قبلك وما أنزل إليك هو ما مؤمن فيه. وقد يكون، نعم وقد يكون. أيوة ما أحسن الظن، ما بس ما أحسن الظن، أصلا ممكن يكون متعلق، ممكن يكون متعلق أصلا، ومع ذلك الله تعالى يريد أن يعطيه هذا الأمر، لكن يكتشف بعدين إنه ماله، إنه لا سعادة فيما تعلق. كل أمر الله تعالى كتبه لك وتعلقت به، الله تعالى حلله لك، اللي هي إيش؟ إنه أنت أصلا أنت تكون إيش؟ أول شيء هذه القيم والنوايا اللي أنت تنويها تكون كما أمر الله. قالت واحدة من الأخوات إرادة ومشيئة الله، موافقة لإرادة ومشيئة الله، فإن وافقت إرادته ومشيئته تأكد إنه فيه السعادة الأبدية. ولكن إن لم توافق، وأعطيكم مثال، مثال واحدة اللي هم ذكروا المثال مال البيت اللي ذكرناه مال البيت، الأولى لما قالت إحنا نبني صح نتعب عشان بعدين حياتنا تكون سهلة، تيسير فيها تكون سهلة، نتعب في البداية بس بعدين تتسهل. لكن الأولى الثانية قالت نبغى نرتاح، وقلتها أنا دائما كلمة راحة، هذه كلمة راحة ما تتوافق، يعني راحة يعني ما تشتغل يعني ما تتعب، كيف يستوي وهي أصلا دار عمل. أيضا أيوة اللي يقول أنا موت عافاكم الله، عافاكم الله، لابد أن تكون النوايا فيما كان في إرادة الله ومشيئته، في إرادة الله ومشيئته. أعتقد في واحدة من أسماء الله الحسنى إحنا ذكرنا الإرادات والمشيئات، رجعوا لي كتيبات التخلق بأسماء الله الحسنى في اليوتيوب، بتحصلوا في واحد من الكتيبات يعني تحت كل فيديو من سلسلة التخلق بأسماء الله الحسنى تقدروا تنزلوا الفيديوهات. أيوة بس إحنا ما كلهم داخلين دورة التسخير، في ناس ما داخلين، بس أنا أقصد الناس اللي ما داخلة موجودة في هذا أيضا أخطأ، اللي حارم نفسه عشان ما عارف وش يصير له قدام أيضا هذا، لأنه لا يعلم. هذا مثله نفس المثل اللي يقول أحوش القرش الأسود للقرش الأبيض لليوم الأسود، أحوش القرش الأبيض لليوم الأسود. طيب هذا أيوة وخلى يومه أسود عشان يوم أسود ما يعرف يجي ولا ما يجي. الأصل أن تحرك ذلك المال،
الأصل أن تستثمر. هذا معناته يوم الآخرة. الذين يؤمنون بما أنزل إليك، عمل، استثمار، شغل، عشان وش تحصل على نتيجة؟ ما مخزن، مخزن يعني المال لا يعمل. ترى أنت مخزن المال والمال ماله لا يعمل، فإذا كان المال لا يعمل ويقول لك مال البخيل يأكل العيار، راح يجي واحد ويشله. قل نحن المسارعة إلى الله ومسارعة في الخيرات، هذا اللي يستعجل فيه، هذا خير يستعجل فيه، لكن في أمور الدنيا يعني واحد عنده معاصي يقول لك أنا أؤمن بيوم الآخرة وخلى عاد المعاصي، ما يتركب ما تركب. قلنا نحن نتكلم لأنه عشان كذا نقولكم في سلوكيات في حياتنا، في أمور في حياتنا هي اللي نتكلم عنها. طيب، لأنه الإيمان بالآخرة يستوجب العمل، يعني أنا عشان أؤمن بالآخرة لازم أعمل، فإذا كنت لا تعمل فإيش الفائدة؟ لا يمكن أن تجد نتيجة وأنت لا تعمل، وأنت لا تعمل ولا تخطط ولا يكون لك غاية. وترى على فكرة كلمة الغاية أكبر من كلمة الهدف. هذا التدرج نعم، ليش؟ لأنه أسماء الله تعالى كل اسم من أسماء الله غاية، وفي كل غاية تصلين إلى غاية، كل اسم من أسماء الله غاية. بالضبط، الغايات في النهاية توصلكم إلى التوازن. فبعضهم صبروا لأجل الدنيا، بعضهم صبروا لأجل الدنيا، يعني واحد يقول لك أنا صابر بس عشان أصير مليونير وبس، أيوة عشان يكون عندي فلوس واجد، عشان يكون محد مثلي. شايفين هذه كلمة محد مثلي؟ هذه هي اللي خربت الدنيا كلها. فيصير عنده فلوس وبعدين ولا ارتاح ولا شاف الراحة، ويقول حال نفسه يا ريت. لا حبيبتي هذا ما استعجال، لا توا نخلص. شوفوا هذه يا أم عيسى مستعجلة. قلنا ليش هذه المحاضرة ليست للقلوب الضعيفة؟ لأنه في ناس تقول ليش ما أريد أسمع ذا الكلام، هذه ما حاسة، هذه ما فاهمة، أصلاً الآخرة معروفة هي وش الآخرة، ما لها علاقة بالدنيا، والله تعالى حللنا الطيبات، يعني أنا أجلس أجل الطيبات وأجلس معذب عمري وأجلس معرف مو عشان هذا المفهوم، وهذا ما صحيح. مزين أنا كلامي كله غلط، فليكن الآية اللي بعدها بعد الآية هذه الآية الرابعة هي الجواب. أنا ما أجاوب، الله تعالى مو قال؟ قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لأنه في ناس ما تقتنع، هناك جوانب نجحنا فيها، وأنا متأكدة على فكرة، بقولكم على فكرة، في بعض منا ناجحين في موضوع فعلا أخذناه بصبر وبروية ومرتاحين فيه، صح ولا لا؟ وفي أشياء ما ارتحنا فيها لأنه استعجلنا فيها. ولاحظي فكري في حياتك، في أمور نجحتي فيها لأنش كنت ماخذتها شوية 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 وتأخرت فيها عن زملائش وزميلاتش، لكن في المقابل أنت نجحتي فيها. وفي أشياء ثانية، أيوة بالضبط، خذي كل، لا حفظ القرآن شيء ثاني، قلت لكم عمل الخيرات يتطلب استعجال ومسارعة. إيه طبعا ما نأسف، يعني تو أنا إذا عرفت إنه أنا الآن في أخطاء ارتكبتها، هل المطلوب إنه إحنا نأسف؟ لما أكتشف أخطائي هل المطلوب أضرب كف بكف؟ لا، المطلوب إنه أنا أراجع وأصحح، ما المطلوب إنه نأسف؟ إحنا ليش نتعلم من الأخطاء؟ أيوة بالضبط، كما ردت علينا حبيبتنا حبيبة قالت وسارعوا إلى مغفرة، أصحح المسار ما عشان أتأسف، وأتبع الحسنة السيئة تمحها.
النجاحات اللي حققتوها والنجاحات اللي لحد الحين لحد الحين لحد الحين تقولي وتذكروها، تقولي أنا سبحان الله تأخرت في كذا وتأخرت في كذا وتأخرت في كذا، ولكن مع ذلك يعني الله تعالى أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا. التوفيق في البدايات والصبر عليها ثم المكافأة تكون النتيجة في النتيجة، كلما صبرت على أمر. الآن واحدة تقول طيب إحنا الآن يعني كما يقولوا خلاص اعتفسنا وهسنا، تومون نسوي صح؟ الآن السؤال الآن في موضوع معين خلاص بسيطة، عدل نيتك، عدل النية واعرفي نعم اعرفي الخطأ أين، ثم اسألي الله الطريق الصحيح الذي يوصل للغاية. وتذكري شيء، عاد هذه كيف تكون النية حبيبتي؟ في الانستغرام أنا حاطة محاضرتين تقريبا مدتهن كل واحدة ساعة عن النوايا من الألف إلى الياء، شوفي في الانستغرام. صعب أنه أنا أشرح ساعتين، تو تبغين أشرح سريع والله حبيبتي صعب. أشوف الناس اللي نجحوا كيف عملوها، ممتاز حبيبتي سوزان، ربي يعطيش الصحة والعافية، ممتاز. إذن أول شيء أعرف وين الخطأ، وين المشكلة عندي، رقم واحد. رقم اثنين أعدل نيتي. رقم ثلاثة أضع طريق يناسب ويوافق ما أنزل الله إلي. أستفيد نعم من تجارب الآخرين، بالضبط عشان أعدل. طيب واحدة تقول خلاص إحنا وقعنا في الديون، إذن فلتكن الآن نيتك إنه أنا أتخلص، أو بمعنى أصح أصل إلى الاستقرار بس بطريقة صح، وأكون ماله صبور. يعني ما يجي في بالك تتخلص من الدين في يوم وليلة، لأن الله تعالى يقول وخلقناكم أطوارا، اصبر وباء أيوة، ونشوف السبب بالضبط، ما السبب في أنه أنا عندي ديون، إيش الأشياء الأخطاء اللي أنا أرتكبها أبدي أراجع، والسعي بصبر. نعم أصبر كذا أكون هادي، ما أستعجل، أهدي أهدي أهدي، وإن شاء الله الأمور، وأحدد أولوياتي بالضبط، محاسبة نفسي. الله ترى يا جماعة أنا عندي هنا مجموعة أنا أسميهم 100%، يعني أستاذات ما شاء الله، شايفين النصائح اللي جالسين يعطيكم النصائح والأشياء الجميلة هذه، ربي يعطيكم الصحة والعافية. وإذا لم نصل طيب صبرنا وعدلنا إذا صبرنا وعدلنا لكن ما حققنا النتيجة إيش نسوي؟ الله تعالى مو قال في الآية تسليم، إيش الآية تقول؟ والذين وبالآخرة هم ماله يوقنون، يعني النتيجة الله تعالى بيعطيني إياها متى؟ هذه ما لازم في حياتك، ممكن تكون وين النتيجة؟ تأخذها وين؟ في الآخرة، لأنه الآخرة ما لها نتيجة صح؟ الآخرة نتيجة مش النتائج، ما يوم النتائج، ما يوم تعرض النتيجة. فحصادك فما يجي في بالك، لذلك ما تفكري حبيبتي في النتيجة، لا تشغلي بالك بالنتيجة، انت حطي النية، ضع النية واعملي بما أنزل الله. الدين عند الله واحد والشرائع مختلفة، لكن في النهاية أيوة بالضبط، اشتغلي في الطريق وشوفيها النهاية، شوفيها تفاؤلا، شوفيها النهاية وكأنك حققتيها تفاؤلا،
ولكن في النهاية ماله؟ ها؟ في النهاية اعرفي أن النهاية الله تعالى بيعطيك إياها، بيعطيك إياها. إن لم يعطيك إياها اليوم تأكدي سيوفى الصابرون. مو قال الله تعالى ويوفى الصابرون ماله؟ مو قال أجورهم، أجورهم. معلش، ما هي هذه اسمها؟ هي هذه من يؤثرون الآخرة ويحبون الآخرة يريدون ماذا؟ اللي معانا في دورة التدبر إن شاء الله في شيء كذا في سر، أنا ما بقوله هنا، هو خاص لأهل التدبر، هو خاص لأهل التدبر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، اللهم بارك لنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم افتح علينا الفتوحات. اللهم يا رب اجعل هذه الجلسات وهذه المجالس بركة وخير لنا وعلينا وحوالينا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم واجعل دعواتنا حقا، اللهم واجعل دعواتنا حقا، اللهم واجعل دعواتنا حقا، اللهم وأجب دعوتنا. اللهم إن كل واحدة فينا لها رغبة، اللهم إن كل واحدة فينا لها رغبة. اللهم أعطي كل واحدة سؤلها، اللهم وحقق لكل واحدة أملها وغايتها ورغبتها يا رب العالمين. اللهم إن في أنفس كل واحد وفي نفس كل واحدة أمل تنتظره منك يا رب، وأنت المجيب للأمل يا رب، أنت الذي تجعل الأمل حقا يا رب، فاجعله حقا يا كريم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم آمين. اللهم استجب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.